بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حابب اتكلم عن موضوع مهم جدا ومواجه معظم الناس طبعا، يعني في مشاكل زي يقول لك انا كنت شغال وصفه كان شغال كويس وفجأة جاء لي لا توجد اشارة، او حد من الاولاد لعب في الجهاز فجاله لا توجد اشارة. طبعا بنرجع نقول ان الطبق حصل فيه مشكلة، وطبعا بتبقى المشكلة عندنا من الرسيفر نفسه. انا هحل لك المشكلة دي بطريقة سهلة جدا وسريعة. اول حاجة بتخش على منيو، بعد كده التركيب، بعد التركيب الضبط الهوائي. بص عندنا بقى هنا شوية خيارات كده، يعني احنا دول اساسيين في الرصيفة وما بنقدرش نغيرهم او نلعب فيهم، اللي هي نوع ال ان بي. طبعا نوع ال ان بي عندنا بيبقى الكيو، وفي ناس بيبقى عندها المستخدم او القياسي على حسب ما الجهاز عندك مسميات بتاعته. طيب انا ممكن اعرف ازاي ان هو المستخدم او القياسي؟ لو انا لقيت عندي تردد ال ان بي ده مختلف عن 9750 على 10600، يبقى انا كده عندي الكيو بتاعي متغير. يعني تعالى كده نشوف حاجه كده، لو عملناه المستخدم هتلاقي الاشاره عندي راحت دلوقتي. طب لو رجعته الكيو هتلاقي عندي الاشاره جت. طب بس في حاجه دلوقتي، انا عندي ده كان 9750، دلوقتي كان 9750 على 10600، دلوقتي بقى 9750. في الوقت الحالي هتلاقي التردد اللي شغال معانا ده تردد ضعف في الاخر حرف الفي، يعني تردد عمودي. طب تعالى نبص على تردد افقي معانا كده، حاجة كده على السريع نبص عليها. مثلا ممكن نجيب عندنا قناة اي تردد افقي زي ده مثلا، طبعا ده معلوش اشارة خالص. لو لاحظنا الاشارة من تحت عندنا برضه، هنبص على تردد تاني عشان نكون مطمنين. طبعا احنا جبنا دلوقتي تردد تاني برضو اللي هو 1249، وده تردد قناة مكة. لو انا جيت الاحظ هنا هتطلع برضو مفيش اشارة. طب تعالى كده نغير نشوف هنا في تردد ال ان بي عندنا 9750 على 10700، ده مش بتاعنا، مش النطاق بتاع القطعة بتاعتنا. احنا النطاق بتاع القطعة بتاعتنا 9750 على 10600. طب خلينا دلوقتي ندوس على التردد ده ونشوف ايه اللي هيحصل. لو لاحظنا دلوقتي هنلاحظ ان القناة اشتغلت معانا، يعني لما كانت على 9750 هتلاقي قطع معانا اشارة افقي وشغال عمودي. يعني لو انا غيرت على 10 9750 على 10600 هتلاقي دلوقتي القناة الافقي اشتغلت معايا، وفي نفس الوقت اللي هو التردد بتاعنا العمودي زي مثلا قناة المجد للقرآن. طبعا احنا تبقى حاجة زي مثلا مجد القرآن دلوقتي هشغلها هتلاقي اشتغل معايا الرسيفر بدون أي مشاكل. هنخرج خالص اهو عشان نطمن ان القناة شغالة معانا. اهو الإشارة، جيب قناة المجد على نفس التردد اهو. طيب انا ده حل من الحلول اللي بتبقى معظمها الناس كتير بتقع فيها، ان هي ممكن تغير ده. طيب طب انا لو غيرت ده، طبعا زي ما لاحظنا دلوقتي ان ممكن لو خليته 9750 هيشتغل عمودي ومش هيشتغل افقي، ولو خليته 10600 هيشتغل افقي ومش هيشتغل عمودي، فانا لازم اخليه 9750 على 10600. عندنا حاجة تانية وهي طاقة ال ال ان بي. طاقة ال ال ان بي ده اللي هي الكهرباء المفروض اللي بتوصل للقطعة، اللي هي بتبقى عبارة عن فولتيات عشان تشتغل معانا. لو انا لاحظت وخليتها غلق هتلاقي عندي الاشارات تحت راحت والرسيفر معايا واقف خالص مفيش فيه اي اشارات. عشان تتاكد لازم اخليها فتح كده، انا ببقى عارف ومتاكد ان الرسيفر عندي كده كان فيه المشكله. طب لو انا كل الخطوات دي سليمه ومفيش فيها اي مشاكل، وجيت ابص عندي لقيت فيش اشاره جوده ولا قوه، والجوده زي ما احنا عارفين اللي هي جوده السلك، والقوه اللي هي قوه الاشاره. لو الاتنين دولت مش موجودين يبقى انا عندي مشكلة في السلك. يعني لو الجودة مش موجودة والقوة مش موجودة يبقى انا كده عندي مشكلة في السلك. طب لو الجودة موجودة والقوة مش موجودة يبقى انا عندي مشكلة في الطبق. يبقى انا لو انا مثلا ما خدتش بالي او دخلت على الاعدادات دي وغيرتها، بخليها بنفس الاعدادات اللي قدامنا على تردد ال ال ان بي 9750 او 10600، اللي هو فرقة الكيو، اللي هو نوع ال ال ان بي بتاعنا اللي هو المتداول عندنا اللي هو الكيو، وطاقة ال ال ان بي بخليها فتح. طب لو الإشارة مش موجودة يبقى أنا عندي كده مشكلة في الطبق مفيش فيها كلام. طبعا الجودة دي جودة السلك، لو إشارة الجودة موجودة والقوة مش موجودة يبقى السلك عندي شغال، بس الطبق كده فيه مشكلة.
وياريت لو عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.